هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا في باب الأشكال أو فصل الأشكال عند شروط إنتاج الشكل الأول. قلنا في الدرس الماضي بأن الأشكال الأربعة الشكل الأول يكون الحد الوسط فيه محمولا في الصورة وموضوعا في الهدوء. الشكل الثاني يكون الحد الوسط محمولا فيهما. والثالث يكون الحد الوسط موضوعا فيهما. والرابع عكس الأول، يعني الحد الوسط يكون موضوع في الصورة ومحمول في الكرة. ثم ذكرنا إلى أن لكل شكل من الأشكال الأربعة شروط لإنتاجه. فقال رضي الله تعالى عنه بالنسبة للشرط الأول: فشرطه الإيجاب في صوراه وأن ترى كلية كبرى. إذا هناك شرطان: إيجاب الصورة وكلية الكبرى. يبقى إذن لا بد أن تكون المقدمة الصورة موجبة بصرف النظر عن كونها كلية أو جزئية. المهم أن تكون موجبة، يعني ممكن تكون موجبة كلية أو موجبة المهم هو الإيجاب في المقدمة الصغرى وليس الكلية أو الجزئية. واضح؟ أما بالنسبة للشرط الثاني للمقدمة الكبرى أن تكون كلية، ولا يهم أن تكون موجبة أو سالبة. إذن فالصغرى تكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، والكبرى تكون كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. فإذا تحقق هذان الشرطان يكون الشكل منتجا، يعني تكون هناك نتيجة. أما إذا لم يتحقق الشرطان أو أحدهما فيكون العقم، يعني عدم الإنتاج. يبقى إذن لو حسبنا، إحنا قلنا كل شكل من الأشكال الأربعة له كم ضرب؟ 16. من أين جاءت 16؟ عندنا مقدمتان، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. طيب المقدمة الصغرى فيها كم صورة؟ فيها أربعة. ما هي يا شيخ محمد؟ كلية موجبة، يعني الصغرى إما تكون كلية موجبة أو كلية أو جزئية موجبة أو جزئية، والكبرى فيها نفس الصور، صح؟ أربعة في أربعة كان 16. هل تعرفون جدول الضرب؟ سؤال مهم. احنا قلنا في كل شكل من الأشكال الأربعة في كم ضرب؟ فيه 16، يعني الشكل الواحد يأتي على 16 نوعا أو 16 ضربا أو 16 صورة. ليه؟ من أين جاءت 16؟ من ضرب أربعة، يعني الصور الصغرى هتكون أربعة وصور الكبرى هتكون أربعة. فنضرب أربعة في أربعة يساوي كام؟
16. ما هي الصور في الصورة؟ أن تكون الصورة كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو هل هناك أكثر؟ وكذلك يقال فيه في المقدمة الكبرى إما أن تكون كلية أو جزئية، وفي الحالتين إما أن تكون موجبة أو، فنضرب 4 × 4 يساوي كم؟ يعني عندنا 16 صورة أو 16 بنسميها منطق ضربا. ما هو المنتج منها؟ احنا في شروط، يعني ليست كلها منتجة وليست كلها عقيمة. إذن فالذي يتحقق فيه الشرطان يكون إيه؟ يكون منتجا. والذي يختل فيه الشرطان أو يختل شرط واحد ومن باب أولى، إذا اختل له الشرطان يكون إيه؟ يكون عقيما. فعندما نأتي إلى الشروط حنجد أن الضروب المنتجة بحسب الشروط 4. يعني مثلا نقول إيه، ما هي الشروط؟ إيجاب الصورة، الصورة تكون موجبة، مش مهم إيه تكون إيه كلية أو جزئية، والكبرى تكون كلية، مش مهم تكون إيه موجبة أو سالبة. فنطبق نشوف كده، الضروب المنتجة من الشكل الأول بحسب الشرطين 4. أول شيء من موجبتين كليتين، يعني حتكون خد بالك المقدمة الصغرى كلية موجبة، طيب والكبرى كلية موجبة. سؤال هنا، هل تحقق شرط أو تحقق شرطان؟ لماذا؟ أول حاجة شرط إيجاب الصورة وهي موجبة، وشرط كلية الكبرى وهي إيه؟ كلية. إذن فتحقق إيه؟ الشرطان. طيب المثال، كل إنسان حيوان، هذه مقدمة صورة وهي كلية موجبة، وكل حيوان جسم، هذه المقدمة الكبرى وهي كلية موجبة، والنتيجة موجبة كلية. كل إنسان جسم، لأن النتيجة تأتي بعد حذف الحد المكرر اللي هو الوسط. طيب نيجي في الضرب الثاني، أن يتركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. شوف الأول تركب الصغرى موجبة، خلاص كده موجبة كلية، طيب والكبرى سالبة كلية. ممكن تقول كلية سالبة أو سالبة، ما فيش مشكلة في التقديم والتأخير، كلية سالبة، بس الأصل أن نقدم إيه الكلية، كلية سالبة أو كلية موجبة، جزئية سالبة أو جزئية موجبة. ممكن نعكس نقول سالبة جزئية أو موجبة كما فعل الشيخ، لا إشكال ولا ضرر، خلاص لا ضرر ولا إيه ولا ضرر، بس الأحسن إيه فين الصفة وفين الموصوف؟ إذا كان القضية كلية يبقى وصفها بالإجابة، بالإجابة أو السلب يبقى ده صفة. طب وإذا كانت هي موجبة يبقى وصفها بالكلية والسلب هذه بالكلية والجزئية هذه صفة. فإذا اعتبرت أن الكلية هي الموصوف يبقى إذن السلب والإيه والإجابة ده صفة، يبقى تقدم الكلية. وإذا اعتبرت أن الأصل القضية موجبة يبقى كونها كلية أو جزئية هذا إيه؟ هذا إيه وصف. فباعتبارين هذا جائز وهذا، هذا الثاني الضرب الثاني المنتج من الشكل الأول موجبة
قول بالسمع. موجبة كلية، يعني كلية موجبة اللي هي الصغرى. طب والكبرى؟ ها، كلية سالمة. هل تحقق الشرط؟ أهم حاجة عندنا أول شرط هو إيجاب الصغرى، وهنا الصغرى إيه؟ كلية موجبة، فتحققش. طب والكبرى؟ عاوزة تكون كلية، مش مهم تكون إيه؟ ها، سالبة أو موجبة، فتحقق الشرط لأنها كلية ولكنها إيه؟ سالبة. يأتي إيه النتيجة؟ المثال إيه؟ كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر، فالنتيجة سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر. هات الثالث. جزئي، لا بد يكون الضروب الأربعة المقدمة الصغرى لازم تكون موجبة، وليس مهما أن تكون إيه؟ ها؟ تكون إيه؟ ليس مهما أن تكون جزئية أو، لا بد من الإجابة. أما الكبرى لا بد أن تكون كلية، لا ينفع أن تكون الكبرى إيه؟ جزئية، تكون كلية، لكن ليس مهما أن تكون موجبة أو سالبة. الضرب الثالث. فهذه نتيجتها إيه؟ جزئية موجبة. مثلا بعض الحيوان إنسان، هذه إيه؟ هي الصغرى وهي إيه؟ جزئية موجبة، والكبرى كلية موجبة، كل إنسان ناطق. إيه النتيجة؟ بعض الحيوان ناطق. ده إيه ده؟ الضرب الثالث. طب الرابع؟ جزئية، لا بد يكون موجبة إلا الصغرى. جزئية موجبة صغرى، وسالبة كلية كبرى. فهنا تحقق الشربان أو لا؟ طيب، بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية موجبة، والكبرى كلية سالبة، لا شيء من الإنسان بفرس. النتيجة ليس بعض الحيوان بفرس. هذه هي الضروب أو الصور التي تنتج في الشكل الأول نظراً لتحقق شرطي الإنتاج اللي هما إيه؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. نجي بعد كده نشوف باقي كم ضرب. 12 كلها عقيمة. لماذا؟ لأنها لا تنطبق عليها الشروط. مثلا تعال، الشرط الأول اللي هو إيه؟ إيجاب إيه؟ الصغرى. خرج به كم ضرب؟ شرط واحد خرج به 8. طب والشرط الثاني اللي هو كلية الإيه؟ الكبرى. خرج به 4. يبقى أصبح كان 12. كيف تم هذا؟ خذ بالك، يبقى خرج باشتراط إيجاب الصغرى. ما لو كانت الصغرى سالبة كلية أو جزئية؟ طالما هي سالبة خلاص، كانت كلية أو جزئية خلاص خرج إيه؟ خرج. ما لو كانت الصغرى سالبة سواء كانت كلية أو إيه؟ أو جزئية. إذن فلو كانت الصغرى سالبة سواء كانت كلية أو جزئية، هم اثنينهم، فلا تنتج مع الكبريات الأربع. ما هي الكبريات الأربع؟ الكلية الإيه؟ الموجبة، والكلية السالبة، والجزئية الموجبة، والجزئية السالبة. يبقى إذن لما يكون المقدمتان المقدمة الصغرى تكون إيه؟ سالبة، يعني كلية سالبة، أو إيه؟ أو جزئية سالبة. هذان اثنان. 2 × 4 بكم؟ 8. يعني إذن لا تنتج الكلية السالبة مع الكلية إيه؟ الموجبة، مش كده؟ ولا الكلية السالبة
مع الكلية الإيه؟ السالبة، أو كان كده اتنين، ولا تنتج الجزئية السالبة مع إيه؟ مع الجزئية السالبة ولا مع الجزئية الموجبة. خلاص كده؟ يبقى كام اتنين في كام؟ ها؟ اتنين في أربعة بكام؟ بثمانية. خرجت بشرط واحد وهو إيه؟ إيجاب الإيه؟ الصغرى. تعال كده يا شيخ شيل أمر التابع. كل اللي احنا بنبحث عنه ايه؟ اخراج العقيم. الشرط الاول اقل قلم عقيم، لانه مفهوش ايه؟ انتاج. الشرط الاول هو ايه؟ ايجاب السالبة لا تنتج مع كام؟ مع أربعة اللي هم إيه؟ الكلية الموجبة. قال من الظلم إيه؟ من الأقلام كلها لا وبعدين الكلية إيه؟ الكلية السالبة وبعدين دي ثمانية. عدها كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. خلاص كده ثمانية. منين جاءت الثمانية؟ عندنا ايه؟ صورتين، كلية سالبة جزئية سالبة. خلاص انت لا تنتج من كلية سالبة مع ايه؟ الكبريات الأربع، ولا تنتج الجزئية السالبة مع الكبريات الأربع. يبقى 2 في 4 بكام؟ في 8. دول إيه؟ اللي هم خرجوا بيه في الشرط الأول بين المساحة. خلاص كده؟ نيجي إيه؟ الشرط الثاني. يعني معنى كده ايه؟ الكبرى تكون كلية. يبقى في حالتين لا تنتج ليه الكبرى. الكبرى هنا عندنا ايه؟ كلية. خلاص؟ يبقى عندنا واحدة بس. خلاص خرجنا.
الكلية الشرط الثاني تكون المقدمة الكبرى تكون كلية، وليس مهما أن تكون سالبة أو موجبة. فإذا معنى كده في الكلية اللي هي إذا كانت الكلية جزئية موجبة أو جزئية سالبة أو متين فقط هنا، إذا لا تنتج مع مع اثنين، يبقى عندنا كده أن الجزئية الموجبة لا تنتج مع أقول لك بكبرى جدا، لا في الصورة الدنيا الجزئية الأول جزئية، هتكون جزئية موجبة، وبعدين هتكون جزئية سالبة. نتكلم عن الكلية هم اثنين، يعني الكلية إذا كان الجزئية سواء كانت موجبة أو سالبة، لا الكلية. أما الصورة فهي كيف عندنا الكبرى اللي هي الصورة، هذه هي الصورة، لكن الكلية تكون كبرى. هنا في حاجتين، الكلية أصبحت جزئية أو موجبة أو سالبة، وهي شرطة أن تكون أن تكون كلية. يبقى إذا لا تنتج مع مع الجزئية، ليه؟ لأنه لا تنتج في الصورة تكون الصورة تكون موجبة، فلا تنتج مع الصورة السالبة، خلاص؟ سواء كانت كلية أو جزئية. ولا تنتج مع كلية، لا الصغرى، الصغرى الكبرى، لا هذه الكبرى. الكبرى تكون كلية، والصغرى تكون موجبة، سواء كانت سالبة أو الصغرى تكون موجبة، شرط الإنتاج أن تكون الصغرى موجبة. أما الكبرى تكون كلية سواء كانت سالبة أو موجبة. أما بالنسبة للصغرى لابد من الإيجاب، يبقى هياخد اثنين بس من الصغرى، اللي هي الكلية إذا كانت كلية سالبة أو إذا كانت جزئية سالبة. يبقى اثنين في اثنين بكام؟ أربعة، أربعة وثمانية 12. لكن هنا كده أسماء اللي هو الأربعة التي لا تنتج كلية موجبة مع جزئية موجبة، هذه كلية موجبة مع جزئية سالبة، نعم جزئية هذه الأربعة خرجت بالشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ كلية الكبرى. هنا كله هنا جزئي، خلاص كده؟ كله هنا جزئي. فشرط أن تكون كلية. إذا كان بالشرط الأول 8، وبالشرط الثاني كان 4. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرة أخرى الضروب المنتجة من الشكل الأول موجبتين كليتين، يعني موجبة صغرى موجبة كبرى. بعدين الضرب الثاني موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. الثالث موجبة جزئية وموجبة كلية صغرى بس دي صغرى ودي كبرى. الرابع موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. كم كده؟ أربعة. إذا خرط خرج باشتراط إيجاب الصغرى، ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية فلا إنتاج لها مع الكبريات الأربع، فهذه ثمانية كلها عظيمة. وخرج باشتراط كلية الكبرى ما لو كانت الكبرى جزئية موجبة أو سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين، فهذه أربعة أضرب عقيمة أيضا. فعلم أن المنتج من الشكل الأول أربعة وأن العقيمة منه 12. ثمانية خارجة بالشرط الأول إيجاب الصغرى وأربعة تخرج باشتراط كلية الكبرى. واضح؟ لا. يبقى إذن شروط إنتاج الشكل الأول والضروب المنتجة. يشترط بإنتاج الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى والضروب المنتجة. الضرب الأول كلية موجبة وكلية موجبة، الثاني كلية موجبة وكلية سالبة، الثالث جزئية موجبة كلية موجبة، الرابع جزئية موجبة كلية سالبة. خلاص. وينتج إيه؟ ينتج جميع الأشياء. ينتج كلية موجبة وينتج كلية سالبة وينتج جزئية موجبة وينتج جزئية سالبة. يعني الشكل الأول يأتي بجميع صور الإنتاج، يعني ينتج الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة، يعني جميع صور الإنتاج تأتي من الشكل الأول لأنه أقوى الأشياء. نيجي بعد كده إيه الشكل الثاني. يلا شوف أقوى الشكل. قال المصنف رحمه الله: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. يبقى إذن أيضا شروط إنتاج الشكل الثاني شرطان. أول شرط الاختلاف في الكيف. إيه معنى الاختلاف في الكيف؟ يعني تكون المقدمة الصغرى موجبة والكبرى سالبة. يبقى الصغرى تكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، والكبرى تكون سالبة أيضا سواء كانت كلية أو أو جزئية. هذا هو اسمه اختلاف الكيف. ما المراد بالكيف؟ يعني الإيجاب والسلب. واضح؟ يبقى الكيف معناه الإيجاب والسلب، يعني لا ينتج الشكل الثاني إذا كانوا متفقتين في الإيه؟ في الكيف، يعني موجبة مع موجبة أو سالبة مع سالبة، لا إنتاج. لازم يكون اختلاف الكيف مع كلية الكبرى. يعني إذا الشرط هذا الشرط اللي هو كلية الكبرى يتفق فيه الشكل الأول مع الشكل الثاني، صح؟ يبقى إذن شرط كلية الكبرى هذا للشكل الأول والشكل الثاني، لكن يختلف الشكل الثاني عن الأول أنه لا يشترط إيجاب الصغرى، فممكن تكون الصغرى موجبة وممكن تكون وكذلك الكبرى، يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة، المهم أن تكون كلية. خلاص. فإن كانت موجبة لم تنتج إلا مع السالبتين الصغريين، يعني إن كانت الكلية الكبرى، إن كانت الكبرى موجبة
لم تنتج إلا مع السالبتين الصغريين. ما هما السالبتان الصغريان؟ تكون إيه وإيه؟ تكون يا إما جزئية سالبة يا إما كلية سالبة. وإن كانت سالبة لم تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين، يعني إن كانت الكبرى كلية سالبة يبقى لا تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين، يعني الموجبة الإيه؟ الكلية والموجبة الإيه؟ إذن فالضروب أربعة المنتجة، من ضرب كم في كم؟ ها؟ اثنين في اثنين، اثنين في اثنين بكم؟ بأربعة. يعني حنضرب إيه؟ اللي عندنا في الاثنين، حنضربهم في اثنين، اثنين في الكبرى واثنين فين؟ في الصغرى، لأنه هو شرط كده، شرط أن تكون المقدمتان مختلفتين بالكيف، يعني واحدة موجبة واحدة سالبة، وشرط في الكبرى فقط أن تكون إيه؟ أن تكون كلية. هات الأمثلة للضروب المنتجة، تفضل. والشكل الثاني أن يختلف المقدمتان، وأي اختلافهما في الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، مع كلية الكبرى له أي للشكل الثاني شرط وقع أي واقع له، فيسلك ذلك بكون الكبرى كلية موجبة أو سالبة. فإن كانت موجبة لم تنتج إلا مع السالبتين الصغريين، وإن كانت سالبة لم تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين، فضروبه المنتجة حينئذ أربعة. الأول من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. السؤال شوف كده، الضرب الأول موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. السؤال هنا، هل تحقق الشرط أو لا؟ أو الشرطان تحقق؟ ليه؟ هو عاوز يقول إيه؟ واحدة تكون موجبة واحدة تكون سالبة، وليس مهم أن تكون الصغرى أو الكبرى، المهم أن تكون الكبرى كلية، وليس مهما أن تكون موجبة أو سالبة. فتحقق الشرطان، لأن الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، فالنتيجة لا شيء من الإنسان بحجر. هذا هو الضرب الأول. الثاني عكسه، نحو لا شيء من الحجر بحيوان وكل إنسان حيوان. هل تحققت الشروط أو لا؟ أولا اشترط أن تكون واحدة سالبة واحدة موجبة، وهذا موجود. اشترط أن تكون الكبرى كلية، وهذا موجود. إذن فتحقق الشرطان، فالنتيجة سالبة كلية. الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. أولا هنا في الشكل الثاني لا تلتفت كثيرا إلى المقدمة الصغرى، لأنه فقط إنها تختلف مع الكبرى، لا تلتفت إليها وحدها، لأنه شرط أن تكون إحداهما موجبة أو إيسى اختلافهما بالكيف. فلو كان معا موجبتين أو سالبتين فلا انتهى، ولكنه لم يشترط في الصغرى لا كلية ولا إيه ولا جزئية، اشترط أن تكون إما سالبة وإما إيه موجبة. أما الكبرى اشترط أن تكون كلية، وليس بشرط أن تكون سالبة ولا الموجبة، هم تكون السالبة مع سالبة ولا موجبة مع مع موجبة. الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، نحو بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الفرس بإنسان. لابد يكون في المقدمتين واحدة سالبة واحدة موجبة، وأن تكون المقدمة الكبرى تكون كلية، سواء كانت سالبة أو موجبة.
والنتيجة سالبة الجزئية وهي ليس بعض الحيوان بفرس. والرابع من سالبة الجزئيات الصغرى وموجبة الكليات الكبرى نحو ليس بعض الحيوان بإنسان وكل ناطق إنسان والنتيجة سالبة الجزئية وهي ليس بعض الحيوان بناطق. وخرج باشتراط بشرط اختلافهما في الكيف ما لو اتفقتا بأن كانت موجبتين أو سالبتين كليتين أو جزئيتين خلاص أو الأولى كلية والثانية جزئية أو بالعكس يعني الأولى جزئية والثانية كلية فلا إنتاج. فهذه ثمانية خرجت باختلاف الكيف. يبقى يخرج باختلاف الكيف الذي هو الشرط الأول ثمانية ويخرج باشتراط الشرط الثاني كلية الكبرى ما لو كانت جزئية موجبة أو جزئية سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين. فهذه أربعة عقيمة خرجت باشتراط كلية الكبرى فجملة عقيمه 12 كالأول. يبقى نجيب الايه هو هنا في جدول في الكتاب أتى لك بالضروب الايه ها بأي ضروب بالضروب المنتجة ولا العقيمة؟ احنا عاوزين نعمل هنا الايه العقيمة خلاص. Thank you.
كده ايه اشتراك كلية الكبرى فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين فهذه أربعة الكيف في المقدمتين بس كده بص هنا الكيف اللي هو ايه الكيف اللي معبر عنه بايه بميم وسين الكيف اللي هو معبر عنه بميم وايه ميم وسين خلاص والكم اللي معبر عنه بايه بكاف وجيم اللي هنا نبص كده احنا شرحنا اختلاف الكيف يعني ايه اختلاف الكيف يعني اختلاف ميم وايه وسين بص كده هنا كاف ميم شوف هنا ميم ميم يعني ايه هنا هنا في اتفاق واحنا الشرط ان يكون ايه اختلاف طب نيجي هنا فين الكيف اللي هو ايه ميم ميم وميم هنا الكيف ايه متفق هنا سين وسين وهنا سين وسين وميم وميم ميم وميم وسين 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 يبقى لا بد انه ايه ما يجيش سين مع سين تيجي سين مع ايه مع ميم خلاص كده يعني ميم مع ميم لا وسين مع سين لا لازم يجي ميم مع سين او سين مع ميم لا نيجي بعد كده ايه الشرط الثالث هو ايه ياخد البيك اب يكمل إذا كده دولة كده حد زمان دولة بتوع عليه الشرط أول الشرط الثاني هنكمل تسعة كاف ميم جيم سين بعدين كاف سين جيم جيم ميم 11 جيم ميم جيم سين 12 جيم سين مع جيم ميم هنا مش هننظر الى السين والميم هنا هننظر الى ايه الكاف والجيم فاحنا نبص كده في ايه في الكليه ان تكون ايه في الكبرى ان تكون ايه كليه الكبرى اللي هي المقدمه الثانيه فاحنا مش هننظر الى ايه الى الاولى هننظر الى هذا الجزء كده ما شرطنا ان تكون ايه كليه بص كده هنا هل في كاف هنا كليه سين وميم وسين وميم وكله ايه يبقى ما فيش عندنا ايه هنا كاف خالص كله جيم لا يوجد كاف فلا بد ان توجد الكاف في المقدمه الكبرى فهذه هي الظروف ايه ده الشرط الاول ده الشرط الثاني يبقى اذا
أنا عندي لما تحفظ العقيم أحسن ما تحفظ الموجب، بس أصل الموجب إيه؟ أقل عدد. خلاص كده؟ يبقى الأقل يحفظ بسرعة. لو أربعة إيه؟ أربعة ضروب. ولا يمكن إلا السؤال. بالنسبة للشكل الثاني. أول شيء في الشكل الثاني قلنا إيه؟ ها؟ كم ضرب منتج؟ أربعة. الضروب المنتجة من الشكل الثاني، خد بالك، الكلية الموجبة مع الكلية السالبة، لأنه شرط اختلاف الإيه؟ اختلاف الكيف. الكلية السالبة مع الكلية الموجبة، الجزئية الموجبة مع الكلية السالبة، الجزئية السالبة مع الكلية الموجبة. فهذه هي الضروب المنتجة من الشكل الثاني. طيب الضروب غير المنتجة، لماذا غير منتجة؟ لأن منها ثمانية خرجت بالشرط الأول، وهو إيه؟ ها؟ اختلاف الكيف. يعني معناها إذا اتفق الكيف يصبح غير إيه؟ غير منتج. فالشرط هو أن يكون الكيف مختلفا، يعني معناها تكون واحدة موجبة واحدة سالبة أو العكس. الشرط الثاني وهو إيه؟ كلية الكبرى، خرج به أربعة، فأصبحت الضروب غير المنتجة من الشكل الثاني كام؟ 12. وعدد الضروب كلها سواء كانت منتجة أو غير منتجة كام؟ 16. فسقط منها كام؟ سقط منها في البئر كما سقط في الشكل الأول كام؟ 12. ونجا كام؟ ونجا أربعة. وكانت الذرية أو الإنتاج من هذه الضروب الأربعة المنتجة. ندخل على الشكل الثالث ونقف عند الرابع. يلا. قال المصنف رحمه الله: والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. الشكل الثالث، شوف كده، تكون خد بالك، الشكل الثالث اشترط في شرطه مع الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة، شوف كده، والشكل الثاني اشترك مع الشكل الأول في أن تكون ليه؟ الكبرى كلية. يبقى سبحان الله، الشكل الثالث وافق الشكل الأول في إيجاب الصغرى، والشكل الثاني وافق الشكل الأول الشكل الثاني وافقه في إيجاب الصغرى. خلاص كده؟ ولم يوافقه في كلية الكبرى، أما الشكل الثالث وافق الشكل الأول في إيجاب الصغرى. ولكن بالنسبة للكبرى أن تكون واحدة منهما، ليس بشرط أن تكون الكبرى هي الكلية، وإنما قال أن ترى كلية إحداهما، أي الصغرى أو الكبرى. فلأجل هذا، لأنه لم يعين، لو عين لكانت الضروب المنتجة من الشكل الثالث أربعة، فلما لم يعين زاد اثنان. يبقى إيه السبب في أن الشكل الثالث يزيد في الضروب المنتجة؟ يزيد اثنين، لعدم تعيين الكلية. قال أن ترى كلية إحداهما، فزاد على الشكل الثاني والثالث زاد به ضربين منتجين، فأصبحت الضروب المنتجة من الشكل الثالث ستة. ليه؟ ما هو السبب؟ عدم تعيين ليه الكلية، معينهاش. قال إحداهما، يعني إحداهما يعني يا إما الصغرى يا إما ليه يا إما الكبرى، فهنا يعتبر بيجوا في زيادة اثنين. واضح ولا مش واضح؟ يلا. والشكل الثالث شرطه الإيجاب في صغراهما أي المقدمتين، سواء كانت كلية أو جزئية.
يعني المهم بالنسبة للشكل الثالث أن تكون الصغرى موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية. وأن ترى كلية إحداهما، أي مقدمتي الصغرى والكبرى، فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الكبريات الأربع لوجود الشرطين فيها، وإن كانت موجبة جزئية لم تنتج إلا مع الكليتين الكبريين، فضروبه المنتجة ستة. الأول من موجبتين كليتين. يبقى هنا لو سألت نفسك هل تحقق الشرط، الشروط متحققة؟ نعم، هو قال الإيجاب في الصغرى هو موجود خلاص كده، ولكنه ترك الكبرى فلم يتكلم لا في إيجابها ولا في سلبها، فيصلح أن تكون الكبرى موجبة أو تكون سالبة خلاص، ويصلح كذلك أن تكون الكبرى جزئية خلاص، لأنه لم يقل ما هي الكلية، يعني المهم لا يكون كلاهما، لا تكون في واحدة واحدة كلية خلاص، يعني أن ترى كلية إحداهما. المشكلة يعني ده برضه سؤال مهم، يعني هو هناك في مشكلة لما قال اختلاف الكيفي، يبقى معناها ما ينفعش الصغرى والكبرى موجبتين أو سالبتين بالنسبة للشكل الثاني، أما بالنسبة للشكل الثالث هو بيقول إيجاب الصغرى، الصغرى تكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، والكبرى لم يجعل فيها شرطا، هل جعل في الكبرى شرط؟ كل ما في الشرط الثاني أن تكون في المقدمتين واحدة كلية. افترضنا أنه كانت المقدمتان جميعا جائز فلا ضرر، وذلك قال إحداهما، ولم يشترط الاختلاف مع غيرها، فممكن تكون كلاهما كلية. الأول من موجبتين كليتين أنه كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم، والنتيجة جزئية. وهذا هو السر، وهذا السؤال ده مهم، وقال مثلا بيقول لك أن ترى كلية إحداهما، أي واحد يقول لك ضمه مثلا في الضرب الأول قال يتركب من موجبتين كليتين، ألم يقل أن ترى كلية إحداهما؟ ما هو لو عينا يبقى في هذه الحالة حينزل إلى أربعة، حيبقوا أربعة المنتج، فلأجل هذا يبقى تكون واحدة كلية، سواء كانوا الاثنين هم لابد أن تكون واحدة، أما الأخرى فلو زادت لا مانع. يلا. الثاني من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بحجر. الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، نحو بعض الحيوان إنسان وكل حيوان جسم، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الإنسان جسم. يعني شوف كده، الأول موجبتين كليتين خلاص كده، طب والثاني موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، ماشي، هنا الشروط يعني اختلاف الإيجاب في صغراهما أن ترى كلية إحداهما، والكلية هي الكبرى. طب الثالث موجبة جزئية صغرى وموجبة، هنا موجبتين ولكن فيهم جزئية وفيهم وفيهم كلية، واضح ولا مش واضح؟ طيب يبقى إذن موجبتين كليتين، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طيب إنما لو كانوا سالبتين ينفع؟ لا. ليه؟ لأنه بيقول إيجاب الصغرى.
الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى نحو بعض الحيوان إنسان وكل حيوان جسم والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الإنسان جسما. الرابع من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى نحو كل حيوان جسم وبعض الحيوان إنسان. شوفي الفرق بين الثالث والرابع. الرابع الثالث موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، والرابع موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية، يعني الرابع عكس الثالث، صح كده؟ الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بحجر، والنتيجة ليس بعض الإنسان بحجر. السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى نحو كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بكاذب، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بكاذب. يبقى كام هنا حاجة؟ ستة. لو قلنا كام العدد كله؟ 16. يبقى هتصبح الضروب العقيمة هينقص اثنان هتبقى 10. يبقى خرج باشتراط إيجاد الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية فلا تنتج مع الكبريات الأربع 8، 2 × 4 بكم؟ ب8. وبعدين وباشتراط كلية إحداهما ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع الجزئيتين الكبريين الموجبة والسالبة فلا إنتاج لها فهذان ضربان عقيمان. ب8 و2 كم؟ 10. فجملة عقيم هذا الشكل 10. هنا في الجدول جايب لك الستة التي تنطبق عليها شروط الإنتاج. ما هي شروط الإنتاج في الشكل الثالث؟ إيجاد الصغرى وكلية إحداهما، كلية إحداهما ولا ضرر أن تكون معا كليتان. أول شيء كلية موجبة مع كلية موجبة أنتجت إيه؟ جزئية موجبة. السؤال هنا، السؤال ده مين يجاوب عليه؟ إحنا قلنا إيه؟ كلية موجبة مش كده؟ الصغرى يا شيخ محمد والكبرى إيه؟ إيه النتيجة؟ ليه؟ ضمه في الشكل الأول تركب من الضرب الأول من الشكل الأول كان كلية موجبة مع كلية موجبة فأنتج إيه؟ فكيف خرجت الجزئية من كليتين؟ كيف ده الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية موجبة ومع ذلك كانت النتيجة بتاعة الشكل الثالث جزئية. يعني معنى كده، بص كده يا شيخ الجدول عندك، بص كده في النتيجة جزئية 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 جزئية، تمام كده؟ طب تعالى كده في الشكل الثاني اللي قبله، بص كده في النتيجة بس تلقاها ايه؟ كلية في كلية بس سالب. لا ترى الكلية الموجبة إلا في الشكل الأول. في النتيجة شوفها كده، انظر بعينك ثم انظر مرتين ينقلب إليك البصر، هل خرجت الكلية الموجبة من غير الشكل الأول؟ طيب إيه الفرق يا شيخ محمد إذا كان نفس التركيب؟ يعني مثلا الضرب الصغرى كلية موجبة، تمام كده؟ ففي الشكل الثالث الآن الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية موجبة، هات لي كده نرجع نجيب الشكل الأول. نجيب الشكل الأول، الشكل الأول عندك إيه؟ كلية موجبة الصغرى والكبرى إيه؟ كلية موجبة، إيه النتيجة؟ طيب بص في الشكل الثالث، كلية موجبة وإيه؟ والنتيجة لماذا؟ لا جاوب إجابة كده منضبطة عشان الناس تفهم.
ما هنا في فرق عاد خد بالك، هو صحيح المقدمتين دي كلية ودي كلية، يعني موجبتين، كلية موجبة وكلية موجبة، فالمفروض تنتج كلية موجبة، لكن مع ذلك أنتج الجزئية. السبب هو إيه يا شباب؟ عدم اضطراد النتائج. عدم إيه؟ عدم اضطراد النتائج مطلوبة. لا لا لا، مين تاني؟ ما هي لا ينتج ليه؟ ما هو نفس التركيب، هو يعني مثلا تعصب مذهبي تطرف، هي الحق يعني لابد يكون في سبب. ها هات كده الصوره بتاعت الشكل الاول، وهات الصوره بتاع الشكل الثالث، تعرف الفرق. هات كده، مش هينفع شيل البتاع، شيل البتاع. عندنا هنا الشكل الأول، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كل إنسان جسم، صح. نيجي بعد كده الشكل الثالث، أول حاجة كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم، بعض الحيوان جسم. يبقى هنا خد بالك إيه المشكلة، يعني الشيء لا كده لا تأسف، الكلية الموجبة إلا من الشكل الأول، مش ليس السبب هو أنه مركب من كليتين، كلية موجبة وكلية موجبة، كلية موجبة لا، السبب هو إيه؟ المحمول الموضوع اختلف. خد بالك هنا الشكل الاول هو ايه؟ الحد الوسط يكون ايه؟ محمول في الصغر اللي هو حيوان، حيوان هنا ايه؟ محمول، خلاص. طب وفي الشكل الثاني حيوان هنا ايه؟ لا لا، احنا عاوزين الشكل الانسان، الانسان الموضوع هنا انسان، تمام كده؟ اما انسان هنا ايه؟ موضوع في الشكل الثالث، فالحد الوسط موضوع فيهما، تمام؟ اما بالنسبه للشكل الاول، الحد الوسط موضوع في الصغرى ومحمول فين؟ ومحمول في الكبرى، مش كده؟ الاول محمول في الصغرى وموضوع فين؟ في الكبرى، ده الحد الوسط. من الحد الوسط اللي هو حيوان، هنا محمول، صح؟ كل انسان حيوان وكل حيوان الموضوع فين؟ طب نيجي في الشكل الثالث، الحد الوسط اللي هو ايه؟ انسان،
الموضوع فيه فالسبب هو أن المحمول خلي المحمول هنا كل إنسان حيوان فهنا استغرق كل إنسان يعني الموضوع استغرقه المحمول استغرق الموضوع كاملا هو الإنسان فكل إنسان وغير الإنسان أما هنا بعض الحيوان جسم بعض الحيوان جسم المحمول في الشكل الثاني لا يستغرق ما فيش استغراق لم يستغرق المحمول الموضوع بخلاف الشكل الأول استغرق المحمول الموضوع فهي دي الحكمة اللي خلت ليه أن الشكل الثالث لا ينتج إلا إيه؟ إلا الجزئية لا ينتج كلية لأن المحمول لا يستغرق المحمول لا يستغرق فيندرج شوف كده كل إنسان حيوان فاندرج الموضوع في المحمول كده كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم فلم يندرج الموضوع فين في المحمول يلا أمور وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية فلا تنتج مع الكبريات الأربع فهذه ثمانية كلها عقيمة وباشتراط كلية إحداهما ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع الجزئيتين الكبريين الموجبة والسالبة فلا إنتاج لها فهذان ضربان عقيمان هذه هي الضروب
العقيمة في الشكل إيه؟ في الشكل إيه؟ الثاني خلاص؟ وشرط إنتاج الكبرى زي ما قلنا استغراق المحمول يستغرق الموضوع، لازم يكون المحمول استغرق الموضوع خلاص كده. فإن لم يكن المحمول مستغرقا فلا ينتج الكلية الإيه؟ الموجبة. يلا. فجملة عقيم هذا الشكل 10 والمنتج منه 6 قد تقدمت. يبقى كده خلاص الستة قد تقدم. شروط إنتاج الشكل الثالث، اشترط لإنتاج الشكل الثالث إيجاب الصورة وكلية الصورة أو كلية الكبرى، يعني كلية إيه؟ إحداهما، يعني كلية موجبة مع كلية موجبة كلية. ولما كانت كل واحد فيهما موجبة ولم ينتج الموجبة ليه؟ لأن المحمول هنا يختلف عنه فين؟ في الشكل الأول، لأن الشكل الأول الحد الوسط يكون إيه؟ محمول في الصورة وموضوع في الكبرى، أما في الشكل الثالث يكون إيه؟ موضوعًا فيهما، يعني الحد الوسط كان موضوعًا فيهما. بخلاف الشكل الأول كان محمولا في الايه؟ في الصورة وموضوعا فين؟ في الكبرى. واضح كده؟ فلما كان موضوعا فيهما كما في الشكل الثالث لم يستغرق، فلذلك ما أنتج الكلية الموجبة ولكن أنتج الجزئية الموجبة. ولو نظرت إلى جميع الأشكال بما فيها الرابع لا تجد في النتيجة كلية موجبة إلا فين؟ إلا في الشكل الأول فقط. كلية موجبة مع كلية موجبة، كلية موجبة مع كلية سالبة، جزئية موجبة مع كلية موجبة، كلية موجبة مع جزئية موجبة، جزئية موجبة مع كلية سالبة، كلية موجبة مع جزئية سالبة. ثم ذكر لنا شروط إنتاج الشكل الإيه؟ الرابع. فقال لنا ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين أو تستبين صغراهما موجبة، هذه الصورة المستثناة، صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. فهذه الصورة جمعت بين الخستين، وما المراد بالخستين؟ الخسة بالنسبة للكم هي الجزئية، وبالنسبة للكيف هي السل. يبقى لا تجتمع، يعني ما تكونش في إحدى المقدمتين سالبة والأخرى جزئية، فقد اجتمعت خستان، خسة بالنسبة للكيف للسل، وخسة بالنسبة للكم وهي الجزئية. وجمع الخستين سواء كان في مقدمة واحدة أو في مقدمتين الحكم واحد. فإذا اجتمعت الخستان فلا إنتاج في الشكل الرابع إلا في صورة واحدة وهي ما هي الصورة الواحدة؟ موجبة جزئية مع سالبة كلية. ممكن تقول كده ميم أو جيم، جيم ميم مع كاف سين، خلاص كده؟ صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. اقرأ كده الشكل الرابع. ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين، ورابع أي شكل رابع شرطه عدم جمع الخستين من جنس كالسالبتين أو جزئيتين أو من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة. ومحل هذا الشرط إن لم تكن يعني لا يشترط أن يجتمع الخستان في المقدمتين، ممكن يكون في مقدمة واحدة أو في المقدمة. ف
فإذا اجتمعت خستان فلا إنتاج إلا في الصورة المستثنى. ومحل هذا الشرط إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية، فإن كانت موجبة جزئية يعني إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فإنها تنتج مع الإيه؟ مع السالبة الكلية فقط ومع وغير ذلك فلا. فإن كانت موجبة جزئية فشرطه كون الكبرى سالبة كلية كما يأتي. فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع غير السالبة الجزئية الكبرى، وإن كانت الصغرى سالبة كلية أنتجت مع الموجبة الكلية الكبرى، وإن كانت سالبة جزئية لم تنتج لاجتماع الخستين فيها. فحصل من ذلك أربعة أطرق: ثلاثة مع الموجبة الكلية الصغرى، وواحد مع السالبة الكلية الكبرى أيضا. هذه أربعة، ثم تأتي الصورة المستثنى. يبقى كم؟ خمسة. خمسة لا على حسب مذهب المتقدمين، وممكن تصير ثمانية على حسب مذهب المتأخرين. صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة جزئية. كلية. يلا. صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. فعلم من ذلك أن ضروبه المنتجة خمسة. الأول تعالى حنطبق الشروط. قلنا هو هنا الشرط واضح جدا، عدم جمع القصتين إلا في صورة واحدة اللي هي الصغرى تكون موجبة جزئية فيها قصة اللي هي الجزئية، وتكون الكبرى سالبة وتكون الكبرى كلية سالبة ففيها خسة وهي السلب. هنا اجتمعت الخستان وهذه صورة منتجة، استثني هذه الصورة وتعالى إلى الأربعة الأخرى، فتجد مثلا الضرب الأول موجبتين كليتين، ده في الشكل الرابع. هل هنا اجتمعت خستان؟ لا، ده هنا لا مفيش خسة أصلا، موجبة إيه؟ موجبتين كليتين، لا يعني اجتمع هنا مش خستان، اجتمع شرفان الإيجاب وإيه؟ ولا يوجد إيه؟ ولا يوجد جزئية كلية وموجبة، ولكن مع أنهما كليتان موجبتين ولكن إيه؟ لا تنتج إلا الجزئية فقط الموجبة. ليه؟ لأن هذا هو الشكل الرابع، فالحد الوسط فيه عكس الأول، هيكون موضوع في الصغرى ومحمول فين؟ في الكبرى. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، والنتيجة موجبة جزئية، بعض الحيوان ناطق. طب الثاني؟ الثاني من موجبتين الصغرى كلية والكبرى جزئية. هل هنا اجتمعت الخستان؟ لا. ليه؟ خسة واحدة فقط، لم تجتمع خستان. الصغرى كلية والكبرى جزئية ولكنهما موجبتين، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان جسم وبعض الجسم إنسان. نعم. الثالث من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. سالبة كلية وموجبة كلية، هنا لم تجتمع الخستان لأنه في واحدة سالبة والأخرى موجبة، خلاص؟ وكلاهما هذه كلية وهذه كلية، لا شيء من الإنسان بفرس وكل ناطق إنسان، والحد الوسط هيبقى إيه؟ هيبقى موضوع فين؟ في الصغرى وهيكون محمول فين؟ في الكبرى، عكس الشكل الأول، والنتيجة سالبة كلية وهي لا شيء من الإنسان من الفرس بناطق. الرابع من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. وهذه أيضا لم يجتمع فيها خستان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان، والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بفرس. الضرب الخامس هو الصورة الاستثنائية، موجبة جزئية صورة وسالبة كلية، وهنا اجتمعت الخستان بعض، بس شرط اجتماع الخستان أن تكون الصورة الصورة موجبة خلاص، موجبة جزئية. نعم.
بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بحيوان والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الإنسان بحجر وخرج باشتراط عدم جمع الخستين إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية ما لو اجتمعا فلا إنتاج وذلك صادق بكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية وبكون الصغرى سالبة كلية والكبرى غير موجبة كلية ويكون وبكون الصغرى سالبة جزئية مع الكبريات الأربع هذه ثمانية يعني اثنين في أربعة بكون بثمانية وباشتراط كون الكبرى سالبة كلية فيما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية تمام كده ما لو كانت الكبرى غير سالبة كلية بأن كانت موجبة كلية أو جزئية أو سالبة جزئية فلا إنتاج حينئذ فهذه ثلاثة أطرق عقيمة عقيبة أيضا ثلاثة وثمانية كام 11 وكامل العدة خمسة اللي بالصورة المستثناة وكام 16 فجملة عقيم هذا الشكل 11 انظر هنا في الجدول تجد عند المتقدمين إذا كان الصغرى موجبة جزئية فيشترط أن تكون الكبرى سالبة كلية وإذا لم تكن صغرى موجبة جزئية فيشترط ألا تجتمع فيه خستان من الكم والكيف أو منهما معا في المقدمتين أو في مقدمة واحدة وخسة الكم الجزئية وخسة الكيف السلب والضروب المنتجة كلية مع كلية يعني كاف ميم مع كاف ميم وكاف ميم مع جيم ميم وكاف سين مع كاف ميم وكاف ميم مع كاف سين وجيم ميم مع كاف سين هذه الصورة ليه المستثنى هذه ايه خمسة والعقيم على مذهب المتقدمين 11 أما عند المتأخرين شرط إنتاج الشكل الرابع إيجاب مقدمتيه يعني تكون كل واحدة فيهم موجبة مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما زي ما ذهب من المتقدمون فلأجل هذا لو طبقنا نظام المتأخرين حنجد الضروب المنتجة تصل إلى كام؟ إلى ثمانية والعقيمة كام؟ ثمانية يبقى انتصف الأمر بالنسبة للمتأخرين حيزيد الجزئية السالبة مع الكلية الموجبة والنتيجة جزئية سالبة كله حيبقى جزئية سالبة كلية موجبة مع جزئية سالبة كلية سالبة مع جزئية سالبة وقد أشار المصنف إلى منتج كل شكل ويعلم من عقيمه بأن ضروب كل شكل بحسب القسمة العقلية 16 فقط ستة مبني على على فتح الجزئين من ضرب الصغريات الأربع الموجبات والسالبات في الكبريات الأربع كذلك فإذا ذكر منتجها علم أن الباقي من 16 عقيم فقال ذكر في الآخر الجملة قال فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم يعني الأول والثاني أربعة ثم ثالث الشكل الثالث ستة ورابع بخمسة قد أنتجا وغير ما ذكرته لن ينتجا ثم يعني يأتي الكلام فيما بعد ولكن نكتب قبل الانصراف الضروب غير المنتجة من الشكل الرابع عدم جمع الخستين
مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف فيهم ايه الصورة اللي هي ايه الصغرى موجبة جزئية موجبة والكبرى ايه اللي هي ايه سالمة خلاص كده الصورة ايه المستثناة يبقى الصورة المستثناة زائد الأربعة يبقى كام خمسة والأربعة خمسة أربعة وواحد خمسة هم كام 16 طلع من 16 كام خمسة العقيم كان العقيم كذا أما إذا أخذنا من النظام الثاني قبل بالإحياب المقدمتين مع كلية الصورة أو اختلافهما عن الجلد يبقى حيزيد ثلاثة خلاص الثلاثة هي جيم سين كاف كاف تمت الظروف وتمت الاشكال الممكنه خذتها وغير الممكن ابن ثاني فمنتج لاول اربعه
كالثاني ثم ثالث فستة ورابع بخمسة قد أنتج وغير ما ذكرته لن ينتج. هنقف هنا عندي وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا ذكر. وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرط. ده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. خلاص نختم الصلاة على سيدنا رسول الله. اللهم صل على صلاة على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك اللهم صل أفضل صلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدادك ذكرك الذاكرون وكرمك الغافلون. الله